ولتفاصيل إضافية تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ما الجديد؟ نعم منى، بعد التحية نتحدث عما تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية. هيئة البث الرسمية أكدت إصابة 3 من جنود الاحتلال، إحدى هذه الإصابات وصفت في الخطيرة، وإصابتان اثنتان وصفت في الصفيفة حسب تعبير هيئة البث الرسمية، وهذا ما أكدته أيضا القناة 12 الإسرائيلية. وكما ذكرت ولاء قبل قليل، كانت هنالك طائرة مروحية قد حطت بالقرب من سيرة الظاهر جمال الضفة الغربية ونقلت الجنود المصابين هناك. هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن هذه عملية مزدوجة، وأن هنالك نتحدث عن مسلحين اثنين فلسطينيان كانا قد أطلقا النار على موقع عسكري في محيط مستوطنة حوم الشمال الضفة الغربية، ومن ثم كان هنالك عملية إدراج لهذه القوات من جنود الاحتلال حسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعت جنود الاحتلال في كمين أسفر عن إصابة 3 من الجنود. ننوه أن هذا الحدث ليس الأول في قرية السيلة، والتي كانت صبيحة اليوم هنالك اشتباكات بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاصرت منزل أحد المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي، وقامت باعتقال شابين من هناك، ما نفذ عنها وأثر عنها مواجهات كانت قد اندلعت في ساعات الصباح الباكرة. القناة 13 الإسرائيلية تورد الآن بأن عملية حومش كما يطلق عليها تم التخطيط لها مسبقا، حيث تم استدراج الجنود إلى موقع زرعت فيه العبوة الناسفة، وكذلك الحال هذا ما أكده الجيش الإسرائيلي في بيانه الآن الذي يقول فيه بأن كان هنالك عملية لقوات الاحتلال قرب سيرة الظهر، وكان هنالك تفجير من قبل مجموعة من الشبان الفلسطينيين عبوة ناسفة، وعمليات التمشيط جارية في المنطقة، حيث تمكن المنفذان حسب البيانات الإسرائيلية من الانسحاب، لذلك قوات كبيرة من جنود وجيش الاحتلال حتى اللحظة تقوم في عملية تمشيط واسعة في المكان. نعم، يعني هل هناك أي إجراءات أمنية دانا صاحبت هذا الحدث؟ بمعنى هل هناك إغلاقات في المنطقة، وضع حواجز وما إلى ذلك؟ ويعني على الرغم من أن الوقت مبكر للحديث عن هوية المنفذين، ولكن هل من أي مؤشرات؟ بالفعل هذه التحركات الأولية التي عادة تفحض مثل هكذا حوادث أمنية، وتحديدا فيما يتعلق إلى تحويل المكان إلى سكنة عسكرية، إلى استدراج قوات أخرى وجلب قوات عسكرية كبيرة وإغلاق محاور الطرق، ليس فقط المنطقة التي نفذت فيها العملية، بل يكون في القرى وحتى الطرق الرئيسية يعني والزقاق التي تصل إلى هذه القرى الفلسطينية. عادة ما يكون إغلاق لمحاور الطرق، وخاصة عندما نتحدث أن يكون هنالك انسحاب للمنفذين، وعادة ما يكون هنالك طائرات مروحية عسكرية تحوم فوق سماء هذه المناطق للبحث عن المنفذين. القناة 12 الإسرائيلية الآن تقول في خبر عاجل ونقلا عن مصدر أمني إسرائيلي بأن عملية حومش هي عملية قاسية، ووصفت إسرائيليا بأنها ليست بالسهلة، وكان هنالك توعد من المسؤولين الأمنيين تعقيبا على هذه العملية بأننا سنصل إلى المنفذين عاجلا أم آجلا، وهذا يدلل على ما أشرت إليه بأنه بالفعل سيكون هنالك تضييق على سكان المنطقة هناك، سيكون هنالك إغلاق لمحاور الطرق والشوارع حتى يتم القبض على المنفذين حسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم، يعني أيضا دانا نعلم بأنه كما أشرت يعني هذه ليست العملية الأولى اليوم تحديدا، كان هناك أحداث أمنية أيضا في داخل المدينة المقدسة، كان هناك ربما تضييق أيضا على المصلين، إذا أحداث تتعلق بالتضييق على الفلسطينيين في عدد من المناطق إن كان في داخل القدس المحتلة أو في مناطق الضفة الغربية، هل يربط إسرائيليا ما بين ما يحدث من قبل ممارسات جيش الاحتلال باعتداءات على الفلسطينيين وبين هذه العمليات؟ بالفعل هنالك خشية إسرائيلية من تصعيد محتمل وخاصة وتزامنا مع شهر رمضان المبارك جراء كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، سواء من عدوان وحرب متواصلة على أهلنا في قطاع غزة أو حتى على أهلنا في الضفة الغربية من خلال سعة
سرقة أموال المقاصة أو حتى إغلاق الحواجز العسكرية ومنعهم من الوصول إلى مدينة القدس سواء للعمل أو لتلقي العلاج الطبي، ناهيك عن استمرار الحصار المفروض على أهالي مدينة القدس واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين وتحديد أعمار الواصلين إليه. بنيامين نتنياهو كان قد لوح مسبقا بأنه سيكون هنالك تسهيلات مقدمة للمصلين تدعمهم وتقدم لهم التسهيلات للدخول إلى المسجد الأقصى، ولكن اليوم كنا قد تواجدنا عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وكان هنالك قمع واعتداء بالضرب واعتقال في صفوف المواطنين، وكان هنالك تحديد لأعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ما اضطر المقدسيون إلى تحويل شوارعهم إلى مساجد جراء كل هذه الإجراءات المرتبطة، وهذا ما تلوح فيها المنظومة الأمنية العسكرية من تخوفاتها بأن مزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني سيولد انفجار، وأطلقوا على شهر رمضان شهر الانفجار، وهنالك كانت تقديرات أمنية عسكرية بأن الأوضاع ستزيد سوءا سواء في الضفة الغربية أو في القدس إذا ما استمرت هذه الأحداث، وبأن سيكون هنالك ازدياد في أعداد العمليات الموجهة ضد أهداف إسرائيل. ربما هذا دائما أو هذه دائما ما تكون رسائل المستويات السياسية والأمنية، عفوا العسكرية والأمنية، ولكن المستوى السياسي يكون له رأي آخر. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الأخبارية دانا أبو شمسية.